صفة دكتور مصطفى نيتا، دكتور مجاهد، طبيب إحيائي، تخصص التحاليل الطبية. شكرا في القبول الدعوة، مستعيش كنهارك نغ لا لا سامحنا لا 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 سامحنا لا ولي سوطاس. ولي مو ليزعج. وشكرا دكتور، بارك الله فيك. دكتور، يجي الموضوع يخلق يجي نتجه في مقرنت الفيروس من كورونا، انسي ونهار شوية، امسح يوذان شوية، مرحبا ان كونتاكت شوية يوذان على حساب يعني المرضى. تفضل دكتور. مرحبا العام سيدي. في البداية نتقدم ضرائب فينو الدكتور مجاهد مصطفى، طبيب إحيائي، رئيس مصلحة مختبر 3 مارس للتحاليل الطبية للنظر. نشكر قناة الإلكترونية شوب تي في التي لها إيغاد جار إيجن المدة مقرن نعم دي الساحة، وفي شخص سي محمد مكراش خزياري ايضا ديكا المقابلة هي ان شاء الله حول تحسيس دي الوباء يبان والسنة. نعم دكتور، شكرا. نشيل رمضان 19 سامحنا لا بوها، هذا مو مشكل. بارك الله فيك دكتور. دكتور، انسيور نهار خل مرض كورونا اتصل الفيروسات يوسين دغال المغرب، انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، اتصل الامراض ونيتا يقش شويه تيجي نتجطم قرانت دكتور. وش تعريف المرض دكتور؟ المرض الوباء الفيروس كورونا ويزدجيج المرحلة ذيس مرحلات الإعلام يقواتي شن طريقة تنقرنت نعم المعلومة تقوض تصعب ندم نعم نهارا واكيمبو بندم ويتسريع المعلومة يعني في 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 تمدير وقت النس وذيجن المسألة إيجابية نعم أنه يعني أنه ممكن الإنسان أدي تفادى المرضى أدي حمي خفنس لأن العولمة نهارا تيوزنغ خبار طور طوع الفيروس هو جبوس جديد لان الفيروس قناس كورونا فيروس ماركا قناس كورونا فيروس يظهر التس السنوات اللي ديدها يظهر دي سنه 2002 دي اليابان تغا قناس كورونا فيروس اليابان نعم يجا اجن 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 وباء ينغى يتس نودان تغا الخطوره نسك تازي نهارا نعم يظهر دي المملكه العربيه السعوديه دي الشرق الاوسط دي 2012 تغا قناس الفيروس من الشرق الاوسط يجا ورنتا يتصن نعم الموتى ويقول نخو يظهر ب 2020 ذي النهاية 2019 قناص كورونا فيروس كوفيد 19 2019 يبان ذي يبان ذي الصين ومن ذي طبعا انصغاص انه فيروس يتنتشر سجن السرعه تمقرنت نعم ولكن اقل خطوره وحده من سابقين تيغاز الميزه تيغاز الميزه وخي وذا تقول زي الطاس ولانه قاتل قاتل قرخو ذي اليابان ينغى 2000 زي 80000 تسمى السيف يغاس هو انه قاتل نعم ولا بد انه يجن حاجه من تيري قاتله غازي ازيست نعم وني غاش مين من هارا مين من هارا ابن ادمي تقول ان الاعلان يستقوى ضد الطص وذين شويه التضخيم من الناحيه الاعلاميه تقنت ممكن انه تقنت تقن تقن مناي النير باش يوذن اذقل الاحتياطات الطص باش واحد توقع الانتشار لان الخوف انه غادي يوض ما يسمى الوباء العالمي وريح ديال مازال واطي وشا لان حالات لبعض الدول نعم. ولكن اكثر مرتكز نهارا ذي الصين مرتكز ذي الصين مؤخرا اذناض يعني تصريح وزير الصحه صرحا انه تهدف يجي الحلاغه المستشفى ذي الدار البيضاء ما دقاتو غاف متوقع دكتور نهارا ارمي 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 طائره ايديوين الشخص يجن حامل للفيروس كورونا يفرض زي ايطاليا زي المنطقه ايتو غادي تجي الوباء قبل اتصرح انه ذي منطقه يعني معزوله ولذلك تغدي ذي الفتره اذا تبدل التي يتكون فيها الفيروس ويتزايد يعني تحويج المده من اسبوع الى اسبوعين حتى ثلاثه اسابيع ثلاثه اسابيع اذا السيده ياك اذا تغدي الفتره وخاص دي بينشا نعم ارمي دي وضغى المغرب يدخل بين الاعراض الفيروس يوضغى المرحله انه يصرح يخفنس دي بنادم مليح يوشاس الاعراض
والاعراض اللي يمكن غاس نطرق من بعد ممكن ان نرقوا هو انه ارتفاع درجه الحراره، السعال، الكحه، الضيق في التنفس، ويعني تقيؤ ربما. لا تقيؤ، لا تقيؤ واجبوا من 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 الاعراض الناس. الاعراض ونيتي كورونا فيروس 2019 اعراض تنفسيه. نعم. بامتياز. يتحرك الرئتين. الرئتين. لا يتحرك الخلايا الجسمية هذه الأول. الخلايا الجسمية لأن الفيروس من طبيعيه باش هذه قيم على تسمى هذه طوار يخصص الخلية. يعني يتحرك الخلية يتطور داخل الخلية. خمين قل الخلايا ينقل مناعة الإنسان. خمين ينقل مناعة الإنسان خلينا تقعد الحرارة. يتوقع الانسان يستسلم للفيروس. دكتور طريقه العلاج، طريقه الوقايه، طريقه الحمايه من المرض. الحمايه هي تسمى بنادم خصو يتيري ذي المنطقه يتيري الفيروس. مثلا مراقه ذي المنطقه يظهر دايس الفيروس، المنطقه يجب ان تعزل، يعني خاص يوقع تسمى العزله. الشخص خصو يتقرب على الشخص اذا جا السعال تما اذا جا الروحه يجا نزل منطقه المحتمل انه ذي الوباء. الحمايه سوينا الكمامات الطبيه، الكمامات الطبيه. نعم. الحمايه بالغسل بالمواد التي تسمى الحمايات الفرديه، الغسل المتواصل، التعقيم المتواصل. اي نعم. دكتور انا خايج الجانب النغني التصني وذان، يعني رحنا نسغ الكمامه الطبيه وفينشا ذين خاصه في المنظمه يمكن ستوك يقضى. ما هي الاقتراحات دكتور؟ الاقتراحات على حسب اخبو بن سن ما بوذا في الجنش الحاج النغني رخو دي 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 الراهني دي نتا نهار هذه المغرب ارميوض يصرح انه غاس حاله الفيروس كورونا غاس يسجن رخو هذه رير موجود الكمامات الطبيه لي ماسك. ولكن لا داعي تما يجنوا تما خصنا وتيريبو فزع، يعني واني وذبو غير المرحله انه نشي المغرب الحمد لله على الحاله الاولى ايدي ظهر عقد الدار البيضاء عقد ذي المستشفى يعني معزوله السلطات والوزارات كين المهام نسن وحتى الاشخاص يتوغين على اتصال بالشخص اكيسنكين يعني هنزار أكيس ممكن تشخيصات هنزار. إذن عامة يوذن واجبوا لابد ذي حد أذصن يوقع الهلع الفزع تسمعوا يعني وضموا الدرجة اللي عاد تسمع الإنسان أذي حذيخ في الناس أذي يعقميخ في الناس أذي تلا ذيخ في الناس على حساب باش أذي بعد خل نهار من دي زي المزايا الوباء هو أنه يطابة المجتمع. أولا يقارس باللي انه الحاله النار واحني لا غريب يخص بنادم غادي يتحاول غادي يتبعد خوني الى جا السعال. نعم. بنادم خمي غيسعل ويسعل بو تما امو دي لعامه الناس. نعم. دي الطرق اللي غيمنع تما الادبيات. نعم. في المسالك التنفسيه الناس غادي تقسو على امو دي تما اليد. مرمنيه تنظيف اليدين يعني بنادم كثرة السلام تما اساس جملي تغنت انت بنادم الطاس يتسجم بسيله الوجه اليدين كذا بنادم منيني غادي يتفادى. نعم. دي المراحل اللي جا الوباء قاش المراحل اللي جا وباء الوباء لا غريب مراحل شهر 12 واحد 2 3 يعني باين تما المراحل اللي جا ما دقه دكتور يعني قريبا هذه كس يعني فتره محدده فقط. ايوا نتمنى غالبا رخو تما الباحثين هذه الميدان الفيروس السننت جيناس فسرنت مره سنن الجينات نس مره والسننت اللي غيتاث في 18 ديال بنادم ولكن السر غاسل ما يتبدل دي الجسم الانسان تما توقع التغيرات لي ميتاسيون وهانتي تينيغ يتركور شويه
يتركور تسمى الاحتواء تسمى الوباء تاد الخطوره واسينبو مرمي غيبت واسين ولكن غالبا غالبا الاوبئه غاصنت المرحله نسنت اذا عدونت تتخزنت المراحل تسمى لو كليما الجو الحراره وكيسيتيريبو ملي الفيروس وهاس المراحل اللي تعيش هاس مراحل البرودة ربما البرودة أمون سرعة البرودة صحيح نعم دكتور كنو ذي 3 مارس ذي المختبر التحاليل الطبية يعني بدأت تسنيودان تسقسان بدأنا تسقسان ما مشت معانا ممكن يلاقيسنا كيوذانا يتسنى غام غطر ومارس نتمأن إذن تشاسني جنين نتمأنان إنه المجلس قان الرواح نغلا قريب يعني طبيعة إتيري كورع نعم ولذلك يوذان نهارات تنخس تلقيح لا غريب عادية إذا عندي الأوروب إذا عندي المغرب يتقضح يا ولد انت تنخس تلقيح عاس تلقيح ونيتي يظهر رخوق ذيني البحوثات الهاجس مار المنظمات الصحية العالمية هو إيجاد تلقيح وموجود قراصن رخوق قراصن ذي مرحلة يعني تسمى قد جربت ذي المختبرات القرص إن فيترو الجارب العذخي وذا أثق إن ذي تقال التلقيح السند يقال 2021 ذي إن شاء الله وهذا هو الإشكال نعم. ولكن وقت من غث نبدي الأوبئة ذي الفيروسات كور 10 سنين يتبدر 2002 2012 2020 2030 يعني ثاني تير حتمية الفيروسات ذي الفيروسات يكسيها مشان من يدي ظهر إذا هاد ذي البؤر إذا هاد أمريكا القرص فيروس أمريكا إذا هاد ذي الصين قاس ويهاب ياك الصيت هذه يظهر لي شغل مشان نظرين قرص اكس 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 امشي سيفنت سيفن بني دفق اكس يعاود الخطوره الناس دكتور كلمه اخيره يوذا النظان نعرف بصفه عامه نغ المغاربه بصفه عامه اللي توران شكر خوذي شفت في الكلمه ان غنيني هو انه الوباء صحيح انه يقضي العالم نهارا يتنتشر نعم. ولكن ذين يجل يقضى ذي المغرب الحمد لله السلطات المغربية غاصن تجربة تعذو ذي السراس من اليابان تعذو ذي مرة الأوبئة يعذون غاصن تجربة غا المغرب يعني أسنو شي جل اتمئنان أنه وايتوكع بوش أن حاجة بقى حتى في حالات مري وقع شان الانتشار وايتوكع والأضرار تم قرارين إلا في حالات أنه الأشخاص المسنين يغادر الأمراض المزمنة مرض القلب مرض السكري الغير متوازن الأمراض الكلي دين يتصل مسائل إينا الأشخاص المسنين إينا ما يقفز مش ميكا المرض دي جاء روح سواء قريب عادين صح صحيح دكتور شكرا على قبول الدعوة نتمنى شي جن الحياة الصباح شكرا ربذاتي شمنا غير وقت ربذاتي يعني ذاكي وذان يعجبان غير حارة الميدان قطاع 65 ضعنا بارك الله فيك وإن شاء الله أقنغران الإشارة شكرا جزيلا دكتور الله يعزكم شكرا جزيلا